نرجع لام تي في الايف مع فقره سانتي وموضوعنا الكورونا وتاثيره على المرأة الحامل والجنين مع دكتور ألان ظاهر. اهلا وسهلا فيك. حضرتك اختصاصي بالجراحه النسائيه والتوليد وامراض العقم. مش كثير يعني بعدنا خايفين من الموضوع، والمرأة أكيد. الحامل بعدها عم بتكون يمكن متيقظه اكثر من غيرها، ما هيك؟ مزبوط. هلا اكيد الموضوع بعده موجود يعني، وهلا اليوم رح نضوي على تاثير الفيروس على المراه الحامل. رح نضوي على عده امور، عده تساؤلات للمراه الحامل نعم. اللي بتعتلهم ان كان بالنسبه للجنين، ان كان بالنسبه للعوارض لها. نعم. اول سؤال هو هل المراه الحامل مناعتها اوطى من مناعه غيرها؟ هلا بس بدي وصل مساج قبل ما نبلش، هو انه المعلومات اللي رح نقولهم اليوم يمكن يصيروا معلومات خاطئه بعد كم يوم، لانه عن جد في كثير دراسات كل يوم عم بتبين، لانه المرض ما بنعرفه كثير. هلا بالنسبه للمراه الحامل كمان، اذا كانوا عم بيقروا على الانترنت او شيء بالنسبه للسارس، للفيروس السارس هو بيّن بال2003 كمان انتشر بالصين، وهو أدى لمشاكل لعوارض كتير خطرة عند المرأة الحامل، وأدى لمورتاليتي ريت يعني لنسبة وفيات 30% عند المرأة الحامل. يعني تخيلي مرأة على ثلاثة كانت إذا لقطت السارس عندها ريسك أنه تتوفى. بينما الكوفيد 19 يعني السارس كوف 2 اللي هو الفيروس الجديد، لحسن الحظ تبين انه ما بيأثر مثل ما السارس القديم كان يأثر على المرأة الحامل. يعني المرأة الحامل اصلا منا معرضة اكثر من غيرها للإصابة بالفيروس، ومن ميلة تانية اذا انصابت بالفيروس العوارض بتكون خفيفة عادية، مش مثل العوارض تبع السارس القديم. يعني فيهم يتطمنوا. هلا في دراسات بتشير انه ممكن تكون العوارض باخر 3 شهور شوي اقوى عند المرأة الحامل، بس بعدها بنحكي بعوارض طفيفة، حرارة خفيفة، ضيق نفس، لأنه كمان المناعة بهالوقت بتكون شوي كمان ضعيفة، وبتحس بس المرأة نفسها ضيق كمان بآخر أشهر، يمكن زيادة كمان من وراء ضغط البيبي وكل هالأمور. يعني هون مثلا على الصورة عم نشوف هيدا السارس كوف 2، يعني الفيروس اللي هو منتشر حاليا اللي بيعمل مرض الكوفيد 19، كتير بيشبه فيروس السارس القديم. بس هون في شغلة مهمة إنه ما ينتبهوا، يعني لما عم تقرا المرأة الحامل عن تأثير السارس عليها، يميزوا بين الفيروس الموجود هلا حاليا واللي هو كتير منيح انه لحسن الحظ ما فيها العوارض القوية، يعني مثل عند المرأة الغير حامل. الجنين هلا بالنسبة للجنين، مثل ما بتعرفي اذا المرأة منصابة بالفيروس، تيوصل عند الجنين بده يقطع بالدم، بده يقطع بحبل السرة. عند البيشنت اللي عند المرأة الحامل اللي كانوا منصابين بالكوفيد 19 بالفيروس، من بعد ما ولدوا صار في دراسات وتحاليل، يعني مثل ما شفت على الصورة بده يقطع بحبل السرة تيوصل عند البيبي. من بعد ما ولدوا صار في عدة تحاليل على الدم الموجود بقلب حبل السرة، وصار في تحاليل على الليكيد يعني مية الراس اللي هي حوالى البيبي، وتبين انه لما فحصناهم الدراسات تبين انه الفيروس منه موجود ولا بالدم اللي عم بيقطع بحبل السره ولا بمية الراس حوالى البيبي. يعني دونك مبدئيا الفيروس ما بينتقل عند الجنين. هلا في دراسات صغيره على عدد كثير صغير، هلا كثير جديده، بينت انه الجنين اللي خلق من مره كوفيد 19 اللي هن ثلاث حالات تبينوا انه ممكن يكونوا انصابوا اثناء الولاده، بس منهم اكيدين. رجعوا مبدئيا قالوا انه ممكن يكونوا عدوا من المراه من الام، بس على كل الحالات الثلاث اصابات الثلاث المولودين الجداد كانوا كثير منيح، ما عملوا عوارض ضيقه نفس ولا اي شيء. اوكي، اذا بدنا ننتقل تفضل. هلا بس شغله بالنسبه للتشوهات، لانه لما نقول اذا الفيروس بينتقل عند الجنين هل بيؤدي لتشوهات، اكيد كل البريجننت وومن عندهم
يعني هالهاجس، بما انه قلنا نفحصوا وكان كل شيء نضيف، سو مبدئيا ما انتقل عند الجنين، يعني مبدئيا ما في تشوهات. بس تنأكد هالشيء 100%، انت بتعرف اليوم الفيروس بيؤدي لتشوهات خاصه باول 3 اشهر من الحمل، والبيشنت اللي كانوا كوفيد بوزيتيف يعني باول 3 اشهر بعد ما ولدوا، اللي كان جانفييه فيفريه مارس، دونك بعد ما ولدوا. سو هيدي المعلومه منا اكيدين منها 100%، بس مرتاحين بالنسبه للتاثير على الجنين اكيد. معناتها طالما ما بيكون موجود بالرحم بخلال الحمل، يعني ما في تشوهات اصلا منه موجود، يعني مبدئيا هيك مبدئيا. بس تنأكد بدنا ننطر تا يصير في ولادات ونأكد 100%، بس مثل ما بتعرفي بالطب ما في شيء 100%. نحن هالشيء منطمن المرأة الحامل حتى بالنسبة للعوارض، هي حتى بالنسبة لتطلقة الفيروس، وكمان بالنسبة للجنين وتشوهات عند الجنين مطمنين لهالموضوع لهلا. بدي احكي كمان عن العلاجات اذا بحال الام اصيبت، وبدي احكي عن الرضاعه، بس كمان بدي اذكر مشاهدينا بانه فيهم يتصلوا فينا على 0464 لا اسئلتهم للمشاركه بحلقتنا مع دكتور ألان ظاهر. عم نحكي لكينا عن المراه الحامل والكورونا، تاثيره على المراه وعلى الجنين. اذا مراه حامل اصيبت بالكورونا وصاروا هالحالات ولو انه هي حالات قليله كانت، العلاجات هي نفسها بتقدر تاخذهم المراه وشو ما كانت الحاله طبعاً. هلا مبدئيا يعني نحن بنتعامل مع المرأة الحامل مثل اي شخص منصاب بالكورونا، حتى بالنسبه للبي سي ار، للفحوصات اللي بتنعمل قبل الولاده، مثل كان حدا فايت يعمل عمليه ثانيه. سو اكيد اذا كانت كثير العوارض قويه، واللي هي مثل ما قلنا هالحالات كثير قليله مثل الاشخاص العاديات، اكيد بهالحاله يعني بدها دخول مستشفى وكل هالامور. وفينا يعني العلاجات اللي عم تنعطى حاليا ان كان الكلوروكين او الازيتروميسين فيهم ينعطى للمراه الحامل بلا ما يكون في تاثير على الجنين، بس اكيد بنفضل اذا يعني مش بحاجه لهم، او هي حسب كمان كل مستشفى كل بروتوكول، يعني كل مستشفى في منهم عم بيعطون من الاول، في منهم عم بيتجنبوا يعطون، بس في حال عازت فينا نعطي هالعلاجات. اي متى بتعوز؟ بتعوز اذا كان العوارض عوارض قويه، ان كان ضيق التنفس، ان كان من الحراره العاليه، يعني بننطر على الحراره حكيم. يعني عم بقول لك في كثير مستشفيات بفضلوا يعطوهم من الاول، يعني متى ما المراه عازت مستشفى، يعني صارت عملت دخول مستشفى كانت متضايقه وكل هالامور، عم ببلشوهم اوام. واكيد كمان هون منا كثير واضحه بالنسبه للنتائج، بس انه عم بيستعملوا لانه بس ما في بحال ما عازت مستشفى بس عندها حراره بالبيت، يعني مثل مثل الفلو، حدا يعني مثل الفلو مثل مثل كانه. قد ايه بنقدر ننطر؟ كم يوم؟ هلا عاده بننطر 3-4 ايام، اكيد اذا ساقت حالتها لا بدها ساعتها دخول مستشفى اكيد. نعم. الرضاعه هلا بالنسبه للرضاعه كمان صار في عده تحاليل على الحليب الطبيعي الموجود عند المرأة من بعد الولادة، المرأة المصابة بفيروس الكورونا تبين انه منه موجود كمان الفيروس بالحليب. سو نحن بنشجع الرضاعة الطبيعية، ومثل ما شفتي هون على الصورة، بس اكيد مع وقاية زيادة عن اللزوم، يعني المرأة اللي عم بترضع اكيد بدها تضل حاطة ماسك، اكيد اذا هي مصابه بالكوفيد عم نحكي، بدها تكون حاطه ماسك، بدها تغسل ايديها زياده عن اللزوم لما بدها ترضع البيبي. وشغله مهمه هي البامبينج، يعني الشفط الحليب، هالشيء ما بيأدي يكون في كونتاكت مع الولد. افضل يمكن بهيك حاله، اكيد افضل بهيك حاله اذا هي مصابه بالكورونا فيروس. سو فيها تسحب الحليب، بما انه الحليب مثل ما قلنا ما في فيروس موجود بقلب الحليب، دونك كثير منيح ساعتها بينعطى بالوصفه. بس عاده حكيم اذا المراه مريضه، يعني مرشحه، عندها التهاب ما، عندها فيروس ما، عندها حراره، صح، هي بتقدر ترضع يعني ولا هلا يعني نحن عم نحكي بالحالات اللي بتكون حتى حاله المريضه كثير نورمال، يعني مع الفيروس بس ما عندها ضيق تنفس قوي، لانه اكيد اذا عندها ضيق تنفس قوي هيك ما رح تلتجي لا على الرضاعه ولا للبامبي، رح تكون اصلا هي تعبانه. مزبوط. والحراره والحراره كمان، دونك نحن عم نحكي بالحالات انه تكون يمكن حراره طفيفه، ضيقه نفس كثير خفيفه، دونك بهالحالات في منشجع الرضاعه، بس اكيد بده يكون البريكوشن اكثر من العاده،
أو تلتجي مثل ما قلنا كمان للبامبينج بيساعد. حكيم بأول أشهر نحن بنعرف إنه المرأة بتكون تعبانة، بتكون أوقات متضايقة جسديا يعني مع لعي النفس أو غيره، بحال إنه المرأة هلأ تم الحمل يعني بخلال هالفترة هيدي وبخلال وجود الفيروس حوالينا كمان ممكن تكون مناعتها أوطى، تقدر تلقط أكتر إذا متضايقة أو إذا لا في حدا؟ مبدئيا لا، هيدا هو اللي قلنا إنه اليوم الفيروس لحسن الحظ مش مثل الفيروس القديم، دونك حتى لو المناعة تبع المرأة الحامل، نحن بنعرف كتير منيح إنه المرأة الحامل بأول 3 شهور إذا لقطت جريب عادي ممكن يطول أكثر من المرة عندها والعوارض تكون أقوى. بالنسبة للكورونا فيروس يعني مثل ما قلت لك العوارض مبدئيا مثل كأنه عند مرة غير حامل، وهالشي بيطمن يعني العوارض بتكون خفيفة. نعم. تفرق الولادة إذا كانت ولادة طبيعية أو سي سكشن؟ هلأ هذا السؤال كتير مهم، لأنه بتعرف يعني كمان البريجننت وومن يعني عاملين بانيك إنه اليوم أنا إذا لقطت الكورونا كيف معقول ولد وأنا حابة ولد بطريقة طبيعية. اليوم كل الدراسات بتشير إنه لهلا كل التحاليل تاخذ يعني من السكريسيون فاجينال، يعني تاكدوا انه بالسكريسيون فاجينال مش موجود الفيروس، يعني بالافرازات بالافرازات المهبليه. دونك بهالحالات ما في شيء بيمنع انه تولد ولاده طبيعيه لو كان عند الكورونا، بس اكيد عم نحكي ببيشنت عند الكورونا بس منه ضايق نفسها، فيها تكون كوبيرانت، فيها ساعدنا على الولاده الطبيعيه. سو ما في شيء بيمنع الولاده الطبيعيه حتى لو كانت مصابه بفيروس الكورونا. هلا بتقولي لي بس امتى بهالحالات، يعني مثل ما شفنا هالصوره اليوم البيبي لما عم بيقطع من المهبل مشان الولادة، بما أنه ما في فيروس موجود بالإفرازات المهبلية، دونك بهالحالة ما في شيء بيمنع تتم الولادة الطبيعية، لأنه العدوى إذا بدها تصير بدها تصير ما بعد الولادة. نعم. أوكي. هلأ سوري بس مشان الولادة القيصرية، لأنه كتير كمان بيسألوا أنه أنا مصابة بالفيروس ليش ما بعمل سي سكشن سيزاريان أوام. مثل ما قلنا ما في شيء بيمنع الولادة الطبيعية. هلأ منلتجي للولادة القيصرية أكيد إذا وصلت البيشنت اللي هي عندها كورونا، وصلت بضيق تنفس كتير قوي. لا بحال هالست هي بتولد وأكيد سي سكشن أصلاً أكيد. أو ولادة يعني قيصرية في ريسك أكتر، لأنه نحن في عملية يعني بالنتيجة. لو ما في بنج عمومي بس في عملية في شق ممكن يكون في نزيف أكتر شوي أو غيره. يعني للبيشنت اللي أصلاً بتولد سي سكشن أو اللي فاتت تتولد طبيعي وهي مصابة بفيروس كورونا وعايزة سيزاريان قيصرية، هن ذاتهم الانديكيشن تبع القيصرية يعني إذا ما فتح عنق الرحم، إذا البيبي تعب أو شيء منروح منولد قيصرية. بس ممكن يكون في خطر أكتر يعني نزيف يمكن أكتر، ممكن ما يخدم الجرح، ممكن لا أبدا. هو الخطر الوحيد إن كان بين الولادة الطبيعية والقيصرية هي منعوز بنج عام بنج عمومي. ليه؟ لأنه البنج عمومي لما يعني ينحط التوب بقلب القصبة الهوائية، هون بهالحالة إذا المرأة مصابة بالكوفيد 19 في ريسك أكتر تسبرد الفيروس، يعني ينتشر الفيروس ويتفشى بقلب الأوضة اللي عم نولد فيها، وتعدي أكيد الحكيم والممرضات والبرسونال. دونك نحن كل هدفنا ما في فرق، يعني الولادة الطبيعية ممكنة، الولادة القيصرية سيزاريان مثل ما قلنا بالعادة نعملها، فينا نعملها بالإنديكيشن، فينا ضروري نعملها إذا وصلت البيشنت اللي عندها كورونا ضيق كتير نفسها وحرارتها كتير قوية ضغطة واطي. بهالحالة مش رح ننطر الولادة الطبيعية، رح تولد أكيد قيصرية، وبنعمل جهدنا إنه نتكل على الأنستيزي لوكوريجيونال، يعني البنج النصفي، ما نروح على بنج عام أنستيزي جنرال، لأنه مثل ما قلنا هون في ريسك أنه ينعاد كل الطاقم الطبي الموجود بقلب الأوضة. بدي أحكي عن الحالات الاستثنائية، عن الولادة قبل الوقت كمان، يعني بعض الأمور اللي ممكن تكون عن جد عم بتضر. بس خليني أذكر مشاهدينا بأنه فيهم يتصلوا فينا على 0464 لأسئلتهم. الولادة البريماتشور المبكرة هي يمكن تصير مش ضروري للكورونا، بس ممكن كمان
كمان الكورونا يسبب هذا الموضوع؟ رح اقول لك واذا ولد فات على الكوفيز وغيره يعني في ريسك اكثر. هلا يعني هون كمان نرجع نستند على الدراسات الموجوده حاليا، يمكن ترجع تتغير بكره او اسبوع الجاي، بس اليوم المعلومات اللي عنا انه مزبوط الاصابه بفيروس الكورونا اثناء الحبل بيعلي شوي الريسك انه المراه يصير عندها ولاده مبكره، بس الشغله المنيحه بتكون مش كتير مبكره، يعني حسب الدراسات بين انه بتكون مبكره بس تقريبا باخر شهر الثامن، يعني الولد بيخلق بين تنقول اسبوع ال 35 وال 37 بكون اصلا يعني كتير منيح وممكن ما يعوز كوفوز ما يعوز عنايه فيها. دونك هيدي شغله منيحه، هيدي شغله بنعرفها انه بتعلي شوي نسبه الولاده المبكره، بس كمان بدنا نشير انه ما يعني اذا انصابت المراه الحامل بفيروس الكورونا اللي بدنا نشير له انه ما عندها ريسك اكثر يصير في ترويح، يعني ما كمان. ايه دونك هون اكيدين انه الريسك الترويح اللي هو موجود اصلا عند المراه الحامل اللي هو نسبته 1 على 8 هو ذاته هيدي النسبة بقيت عند المرأة الحامل المصابة بالكورونا. دونك ترويح ما عنا ريسك أكتر منه ريليتد، بس ولادة مبكرة مزبوط، بس لحسن الحظ أنه منا كتير مبكرة، مشان هيك يمكن الولد ما يعوز بالمرة يفوت على العناية الفائقة. دونك يعني البرونوستيك كتير منيح، الولادة بيطلعوا كتير منيح، ما في مشكلة. في يعني الفيروس هيك وصل علينا بشكل مستجد وفجائي، ما كنا متوقعين هيدا الشيء، فمنشان هيك يمكن كان في ناس كمان عم بيحضروا لان فيترو، عم بيكون في علاجات معينه اي في اف او غيره، واضطروا يكملوا لانه نحن بنعرف انه هالتريتمنت ما فيهم يكونوا قبل بوقت. صح مزبوط. بيكون في هون كمان خطر او اضطريتوا توقفوا لبعض الناس حتى تتفادوا الموضوع؟ يعني شو صار بهول الحالات الاستثنائيه؟ هلا اذا بدك تلحق الجايد لاينز العالميه كلهم فضلوا انه يتوقف كل سايكل بده يتبلش. نعم. اوكي، ما عدا باستثناءات اكيد. اليوم كمان ما فينا ننطر عند المراه اللي عمرها 40 ولا 41 سنه نجي نقول انطري بعد 3 اشهر و6 اشهر، في حالات معينه بيكون كمان ريزيرف اوفريان خفيفه، يعني ما عندهم عدد كثير بويضات ما بقى بينطر كثير. هلا بهالحالات الاستثنائيه كان عم بينعطى العلاج ويتبلش لهم التريتمنت، بس اكيد الكيسز اللي فيهم ينطروا بنفضل كنا ناجلهم، لانه مثل ما قلت حضرتك انه مش عارفين فريمون اذا في له اي تاثير، بس كل الدراسات حتى يعني بتشير انه حتى الفيروس اليوم كمان للرجال المصاب بفيروس الكورونا واللي بده يعطي السبرم تا ينعمل ان فيترو، هيدي شغله مهمه انه تبين انه الفيروس منه موجود بالسبرم. دونك ايه دونك هيدي شغله كمان مهمه بالنسبه يعني للاي في اف اللي بدهم ينعملوا او حتى بالحالات العاديه يعني. اكيد كمان. اكيد بس اليوم اكيد الافضل والنصايح هي ذاتها انه يكون في انتباه. صح، يعني هي ذاتها مثل اي شخص، يعني اكيد بنقول لهم خليكم بالبيت قد ما فيكم، الماسك كل الوقت اذا ظهرته، يعني تعملوا القصص اللازمه. هلا في شغله مهمه كمان بهالخصوص انه مثل ما بتعرف انه المراه الحامل نحن تقريبا بنشوفها كل شهر، يعني بتجي عند الحكيم كل شهر. اوكي، دونك هيدا كمان سؤال بيتسالوه المرضى انه انا حامل هل لازم اجي او باجل باجل وباجل؟ المشكله ما بنعرف قد ايه رح تروح بعد القصه. دونك وشغله مهمه انه نطمن على الجنين، لانه اليوم في اليوم اذا بدك تطورت قصه يعني الفيديو كول، فيها تحكينا فيديو كول، فينا نحكيها يعني كونسلتاسيون، بس بالنهاية بدها تعمل صورة صوتية وهيدا ما فينا نعملها باي فيديو كول. دونك اليوم كل نأجل شوي بس ما نزيدها. لا ها هي فينا نأجل شوي، بس على كل الحالات هي مضطرة تقريبا تشوف حكيمة كل شهر، لأنه كمان في 3 صور صوتية ضروري ينعملوا، الصورة الصوتية تبع 3 شهر، تبع 5 التفصيلية وتبع 8 شهر، هو ضروري يعني تشوف حكيمة. بس أكيد لما الدقة تاخد موعد لازم نتأكد أنه ما عندها حرارة، ما عندها ضيقة نفس، إذا عندها أي شيء من أو سعلة أو شيء جديد، إذا عندها أي عارض من هول العوارض بنضطر نأجلها أسبوعين تكانت قطعت القصة. نعم. أوكي، وبس شغلة بدنا نشير عليها بالنسبة
للمعيد وللبيشنت اللي عم بيجوا على الكلينيك عند الحكيم. أكيد في عدة كمان أساليب وقائية عم تنعمل، إنه توصل المريضة ما يكون في حدا ناطر بالسال داتانت مشان ما يصير في احتكاك. الإجراءات للكل يعني أكيد. مش بس ويصير في تطهير بين مريضة ومريضة كل العيادة وكل هالأمور يعني. شكرا لك دكتور ألان ظاهر، اختصاصي بالجراحة النسائية التوليد وأمراض العقم. أهلا وسهلا فيك، بريك ومنرجع.